لجميع الإخوة مصابي العمليات الحربية الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن واستعادة مجده وعزته. كما لا يفوتني أن أتوجه بكل التحية والإعزاز والتقدير لأرواح الشهداء ومصابي الشرطة من أبناء مصر الأعزاء. الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أمن الوطن والمواطن المصري بمواجهتهم للخارجين على القانون وبسط الأمن في ربوع مصر. الإخوة والأخوات، إنها سنة حميدة، إنها سنة حميدة استندتها جمعية المحاربين القدماء لقواتنا المسلحة أن تحتفل كل عام بيوم الشهيد. فالشهداء يكفيهم شرفاً احتفاء الخالق العظيم بهم في جنته حين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.